السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الأكلة خفيفة من الأكلات ديال الصيف اللي تيحبوها الدراري بزاف. عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الكفتة، عندي واحد البصلة صغيرة مشلضة، عندي هنا شوية الفلفلة صفراء طرية ومعها شي شوية حمراء، عندي هنا جوج خيزوات حكيت نجرتهم طوال، عندي واحد شوية ديال الرجلة، هذه الرجلة أنا كاينة عندي نايضة في السطح حتى هي عندها في وسط الربيع، عندي هنا ستة البيضات، عندي جوج معالق ديال زيت العود، عندي واحد القبيصة ديال الثوم بودرة، وعندي جوج معالق ديال الطحين ديال الشعير، جوج معالق ديال الطحين ديال الشعير. إن شاء الله نبداو معاكم. غادي ندير الفليفلة، غادي نشحها كلشي في الطرا، غنجمع كلشي ونشحو، ما غاديش يستغرق بزاف ديال الوقت تشحى، نشحى البصلة وكلشي مجموع، نشحى كلشي مجموع، غادي نرجع معاكم باش نوريكم كيفاش النهاية ديال هاد الأكلة الخفيفة. صافي دابا انا درت كلشي في المقله، دابا غادي ندوز نشحرو، ومن بعد ما يتشحر غادي نرجع معكم باش نشوف كيفاش غادي نديرو في المولات باش نخرو الفران. من بعد ما شحرت هذيك الخضيره مع شويه الكفته، شحرتو مع شويه ماشي بزاف، شي خليتهم تطابو، لكن الخضرين عنزلو شويه. صافي ان شاء الله غادي ندوز باش نقطع هاد الرجلة، طريفة تاع الرجلة، وما هذا بحال ديك الجديرات حيت باقا عندي صغار ماشي كبيرة بزاف. دابا غادي نزيد البيض، من بعد ما درت ست البيضات دابا غندوز ندير دوك جوج معالق ديال الطحين ديال الشعير ساهو كنعرفوه صحي. من بعد ما درت الشعير غندير شويه الملحه والبزار، غتقولوا علاش ما درتش البزار في الاول، البزار خليته حتى الاخر، البزار كيعطي واحد النكهه في الاخر كتبقى زوينه بالنسبه لهاد هاد الاكله حيت فيها رجله وفيها تكون مزيانه. صافي دابا غادي نضربهم مزيان، دابا غادي نجيب المول اللي غادي ندير فيه هاد الخليط هذا. دابا غادي ندوز باش ندير فيهم شويه ديال الجبن، شويه الجبن الفوق، هاد الجبن انا مصايباه في الدار عادي على يدي، الجبن ديال الحليب بلدي. يجي زوين بزاف هاد الجبن، خالي من الملحه، ما فيهش الملحه. دابا ان شاء الله غادي ندخلو الفران على درجه الحراره 180، ملي ان شاء الله يطيب نرجع معكم نشوفو كيفاش جا. من بعد ما خرجتهم من الفران جاو على هذا الشكل هذا، زينتهم بطوماط سوريز، جاو على هذا الشكل هذا، زوينين ومنفوخين، وفي نفس الوقت فاش تقلبيهم كتلقاهم قاصحين مع دوك المعلقات ديال الطحين ديال الشعير. الى عجبوكم بالصحه والراحه،
وما تبخلوش عليا بلي لايك وشاركوا مع الاهل والاصدقاء، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.